وضع أقسام الاستعجالي بالمستشفيات في صفاقس متردي للغاية، فالمرضى أصابتهم حالة استياء نظرا لتدني الخدمات الصحية وبطء النجدة والإسعاف في قسم الاستعجالي الذي جعل لأجل الإسعاف وإنقاذ الأرواح والحماية من المضاعفات. فالاكتظاظ والفوضى واللامبالاة زاد التعكير تعكيرا وزاد المريض مرضا. ماذا بينك كل السيرفيس معناتها الحالة كان هكية فيها الحد معناتها سال ديرجونس مش هنا كل المستجارات ولهين معناتها بحوايج اخرين بتاع اكسيدونتي ولا الملسو ملسو، اما مش البنيه تفرفت مش هي عملوا لها زريقه ويعطوا حكي برك. يزم الحاله ازماتيك ما عنديش نفس مش يخليوها حكايه في بيتي، يزم طبه معناتها مش استاجيرات جيست يعملوا لها حكي ويسيبوها. راني توجي ساعتين وهي 40 سخانه 40 سخانه ما حبش الطين ما جا حتى حد. هاني نص ساعه نستنى جينا بكري جينا مقبل المغرب وبينك او قال تو تقريبا نص الليل قريبه مازلنا ما خرجنيش تو مازلنا احنا سيدي مش بنينا عندنا حاله ارجون فهمتني جينا من الاربعه نتاع العشيه فهمتني سبحان الله حاله ارجون ما عنديش كرني فوق منه فهمتني الكرني بقى في الدار نورمالمون حتى كي نعطوهم نيميرو نتاع الكرني ينجموا معنا بالانترنت ينجم يعمل يدخل الكرني نتاعه ويرسم له اللي نجي الكرني ما حبوش يرسمونا فهمتني ولا اللي نجي الكرني من الدار نكيرو كهرباء ما نعرفش ترابيديس فهمتي ولا نزيد فهمتي فريد شوسي نطلعوا للتروازيام التروازيام ما حبسش بينا التروازيام نطلعوا للكاتريام من الكاتريام نهبطوا للتروازيام نلقوا باب الدروج مسكر فهمتني ولا تراسي نهبطوا للدوزيام ومن الدوزيام نطلعوا في نطلعوا معناها بالدروج فهمتي تصور انت يا راجل معناها في حاله تعبه ياسر فهمتني معناها فما برجوليه معناها حاله ما تنجمش تعبرها كيفاش معناها. مرضى ومصابون منتشرون في اروقه قسم الاستعجالي وفي بهو المستشفى والكل ينتظر تدخلا استعجاليا في قسم الاستعجالي ولا من مجيب ولا من مستجيب.